بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم يا دكاتره. معاكم دكتور محمد كامل، استاذ مساعد علاج الطبيعي في جامعه القاهره، ولايسنس فيزيكال ثيرابيست في المملكه المتحده والولايات المتحده الامريكيه. يمكن انا قديلي كذا سنه بكلمكم عن امتحانات اللايسنس، واوريدي في كورس راننج للناس اللي هي بتخش البريبريشن وعايزين ياخدوا امتحان اللايسنس. فانا وعدتكم ان انا بنزل لكم محاضرات او هنتس مختلفه، سواء كان حل اسئله او سواء كان موضوعات علميه ريليتد لامتحانات اللايسنس. فده موضوع النهارده، هنتكلم عن حاجه في الكارديوبالمونري لان هو جزء من الامتحان. وطبعا انا هحاول اخلي الهنتس على قدر الامكان قصيره بحيث ان هي يعني ما تزهقوش وتبقوا متابعين ان شاء الله. طيب هنتكلم على كيس ستادي. هو الامتحان كله هو عباره عن ابلايد او كيس سيناريوز، فاحنا عايزين يعني حاجات كلها كلينيكال ابلايد. فبنقول مثلا a 47 year old man is recovering from a severe myocardial infarction 2 weeks ago. What modifiable risk factors would you educate him about? هو الeducation للبيشنت ده جزء من شغلنا على فكره، تمام؟ طيب he is beginning phase 2 cardiac rehabilitation. What are the goals of rehab? يبقى احنا عايزين نعرف الاول، عايزين نعرف ايه هي الموديفايبل والنون موديفايبل ريسك فاكتورز، تمام؟ يعني مثلا الايج، السكس، او يعني جندر، ده حاجه مش هقدر اموديفاي او اقدر اغيرها، لكن في بعض العوامل الثانيه اقدر اغيرها. واحد بيشرب سجاير سموكر، واحد وزنه كبير زي ما هنتكلم. طيب اما يقول لك فيز 2 كارديك ريهابيتيشن، فهو متوقع ان انت عارف ايه هي الفيز بتاعت الكارديك ريهابيتيشن. وات يو وود يو تيل هيم اباوت فيز 2 او فيز 3 او كده. طيب وات ار ذا ريد فلاجز تو واتش فور ديورنج الكارديك ريهابيتيشن؟ ايه الريد فلاجز اللي انا اقول لا ده في مشكله، ده في هنا انا لازم اوقف الاكسرسايز او اعمل كده. How would you measure progress؟ تمام، دي بعض الاسئله تحطها في دماغك ريليتد لحاله بوست مايوكارديال انفكشن كومبليكيتد، وهو بريكفرنج من مايوكارديال انفكشن لسه 2 ويكس اجو. كويس. فالبيشنت ده في فيز ايه؟ ده فيز 2 كارديك ريهابيتيشن. كويس، في فيز 2 كارديك ريهابيتيشن، ماشي. طيب الجول بتاعي في الفيز ده ايه؟ إيه؟ طيب السؤال الاول اللي احنا بنتكلم عايزين نقول ان هو ايه هي الموديفايبل ريسك فاكتورز اللي انا ادوكيت البيشنت عليها. الكوليسترول، واحد عنده اوبيستي وعنده هاي كوليسترول، اللورنج ايجنتس للكوليسترول، سواء كان الفيزيشن بيديله ميديكيشن، سواء كان بيعمل الاكسرسايز او يعني او بيغير الستايل بتاع الاكل بتاعه او الدايت او النيوتريشن. طيب البلاد بريشر ناخد بالنا منه، السموكينج، الديابيتس لازم يكون البلاد شوجر ليفل مظبوط، الاوبيستي، اللاك اوف فيزيكال اكتيفيتي اللي هو عايش سيدنتري لايف او ما بيعملش اي نوع من انواع الفيزيكال اكتيفيتي، الناس اللي عندهم ميتابوليك سيندروم اللي هو فور كومبوننتس وبنشرحه برضه في الكورس، كويس، او الاستريس. يبقى دي موديفاير، ودي حاجات كلها ممكن التحكم فيها، ماشي. طيب ايه هي الريد فلاجز؟ هو بيسالني انا، بيقول لي ايه الريد فلاجز اللي انا تو واتش فور ديورنج الكارديك ريهابيتيشن؟ عيان جاله انجينا، ابتدى يشتكي بشيست بين، انا حاسس ان في الم في صدري، تمام، انت شايف الاي سي جي بتاعه او الاي سي جي مونيتورنج ولقيت ان في بريماتور فنتريكولار كونتراكشن كابلتس، يعني اتنين جم ورا بعض وده خطر. فاحنا بنشرح الاي سي جي برضه في الكورس، تريبلتس عنده 3 بريماتور فنتريكولار كونتراكشنز، برضه ده امر يخوف، تمام. طيب ايه بقى هو في فيز 2 كارديك ريهابيتيشن؟ احنا عندنا الكارديك ريهابيتيشن بتنقسم لثلاث فيز، الناس اللي مش عارفين فيز 1 و2 و3، تمام. المفروض الجول بتاعي ان انا عايز اوصل ل 70 to 85% من الهارت ريت ماكسيم. هو الماكسيم هارت ريت ده انا بحسبه ازاي يا دكاتره؟ انا بحسب ال 220 ناقص الايج، واحد سنه 40 سنه، فبقول 220 ناقص 40 يبقى الماكسيم هارت ريت بتاعه 180. والناس اللي شاطره في الماث او في الكالكوليشن هيقول لي 70% من ال 180 اضرب بقى 70% في 180 يطلع كذا، 85% في 180 يطلع كذا، يبقى ده الرينج، الرينج اللي انا بشتغل عليه بالنسبه للايه؟ للهارت ريت. طيب اور 90% اوف الاسكيميك ثريشولد ار بي بي، اللي هو الثريشولد اللي بيبتدي تظهر عليه اعراض الاسكيميا مع البيشنت ده، او ان في مشكله، تمام. طيب عندي جراديوال ريتيرن تو براير ليفل اوف فانكشن، ده عيان ده لسه بوست اوبرتيف بيعمل كارديك ريهابيتيشن، لازم اكون اوير
بالكلام ده، سواء كان مايوكارديال انفاركشن، سواء كان هارت ترانسبلانت، سواء كان اوبن هارت سيرجري. المهم ان هو عايز اعمل جراديوال ريتيرن اوف فانكشن، مش اول اوف سادن. فعشان كده بقول في فيز الكارديك ريهابيتيشن. طيب ايه 3 تو 5 يعني كلينيك بروجرام او ريبيتيشنز انكلودنج ايه السترينث ايه تريننج، سترينث ايه تريننج. كويس. طيب ازاي اميجر البروجريس بالنسبه للبيشنت ده؟ تمام، في لازم استخدم حاجه تكون اوبجكتيف، ما ينفعش ان انا اكون سبجكتيف واقول اه والعين اتحسن هو بقى زي الفل. لازم استخدم حاجه تكون اوبجكتيف. في عندنا ديفرنت سكيلز، عندنا حاجه ال 6 مينيت ووكينج تيست ده برضو، عندنا البورج او ريت اوف بريزيفد اكزيرشن ده اللي بنستخدمه خصوصا البيشنتس اللي هم بياخدوا كالسيوم شانل بلوكرز او بيتا بلوكرز. ما بقدرش ان انا اعتمد على الهارت ريت از ا ميجر اوف اكسرسايز انتنسيتي بالنسبه للناس دي حتى جيفن ورك لود. عندنا البروس بروتوكول اللي بيتعمل على التريد ميل، في ديفرنت ميجرز اوبجكتيف ميجرز المفروض اكون اوير بيها وعارفها. طيب هم عموما الكارديك ريهابيتيشن فيزز بتنقسم فيز 1 فيز 2 فيز 3. انا بحاول نبسط المعلومات على قد ما نقدر. فيز 1 دي الانبيشنت اكيوت ستيج، لسه واحد اهو بوست مايوكارديال انفاركشن كويس بوست اوبرتيف ولسه في اكيوت ستيج. Divided into 6 subcategories كويس. Targeting التارجت بتاعي ان انا اوصل to 4 to 6 minutes كويس by the end of this phase. Increase the heart rate حوالي ايه من 10 to 20 beat per minute initially. يعني مش عايز انا very much increase in heart rate، لا اخد بالي من الحته دي كويس. طيب يعني خلاص phase 1 هبتدي اخش في phase 2 outpatient phase. تمام، دي كيب اكتيفيتيز اقل من 90% اوف الاسكيميك ار بي بي. الار بي بي اللي هو ات ويتش اسكيميك سيمبتومز ار نوتد، اسكيميك سيمبتومز ار نوتد. طيب بحسب الريت بريشر برودكت ازاي؟ الريت بريشر برودكت لو يبان قد ايه في ستريس على الهارت بضرب الهارت ريت في سيستوليك بلاد بريشر. كويس، التارجت بتاعي في فيز 2 دي ان انا اوصل 70 to 85% اوف من الماكسيمم هارت ريت او الهارت ريت ماكسيمم. وقلنا بنحسبه ازاي؟ طيب لو انا هستخدم البورج سكيل اللي هو ريت اوف بريزيفد اكزيرشن، عايز اوصل من 11 ل 13 اللي هي البورج سكيل ده زي ما هنشرح ان شاء الله عباره عن سكيل فروم 6 تو 20. كويس، ما بيبتديش من الزيرو. 11 دي ريبريزنت لايت، يعني بسال عيان بقول له انت حاسس ان الاكسرسايز ده، فبيقول لي لايت. لحد 13، 13 دي سام وات هارد. اما نشوف صوره السكيل هنفهم الكلام ده اكتر. طيب التارجت بتاعي كان في فيز 1 ان اوصل من 4 ل 6 قبل 6 مينتس، هنا بقى عايز اوصل من التارجت من 5 تو 9 مينتس. طيب فيز 3 وهي الفيز الاخيره الكوميونتي بروجرام، ده سيلف ريجوليتد ستيج كويس، ده المينتنس يعني الحاجه اللي هيكمل عليها بقيه حياته ومينتنس او البروجريشن، ودي بتاخد اراوند 6 تو 12 ايه مانثس. تمام، طبعا في موضوعات كتير قوي بنشرحها في الكورس ده، فلو اي حد عنده اي استفسار يحب يتفضل يبعت لي على ايه على الواتس على 0115 988 2370. شكرا جزيلا، والتقي بكم في محاضره قصيره ايه تاني ان شاء الله.